أفادت السلطات المحلية بولاية مراكش أنه تم توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل وعرضهما على المجلس التأديبي بعد أن ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعنفان شخصا أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية. وأوضحت السلطات المحلية أن الأمر يتعلق بعملية اعتقال المعني بالأمر بسبب خلقه لحالة الطوارئ الصحية والهروب من دورية مشتركة تتكون من 3 عناصر من الدرك الملكي و3 عناصر من القوات المساعدة أول أمس الأربعاء بدوار بالعقيد بجامعة واحد سيد إبراهيم التابعة لجهة مراكش سفي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم القاصر الذي تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث أمام السلطات المختصة التي قررت متابعته في حالة سراح بتهم السرقة وخرق حالة الطوارئ الصحية.